السلام عليكم. الطبق ده طبق هندي اسمه بودينا تشاتني، وهو طبق جانبي او زي صوص كده، بيتاكل مع اكلات كتيرة زي الالو باراتها اللي هو زي الحواوشي بالبطاطس مثلا، او اي نوع من انواع العيش، بتحط جنب الاكلات زي اي صوص، بس طعمه حلو جدا لانه معمول بمكونات طازة ورائعة، يعني طعمه جميل جدا. جربوه، مكوناته بسيطة وسهلة جدا. أول حاجة هنحتاج كزبرة خضراء، ناخد الأوراق بتاعتها بس، ونعناع أخضر طازة برضو هنقطف الأوراق بتاعته، وفلفل أخضر هناخد 2 مثلا أو 3 حسب عشان ما يطلعش حراق قوي، فصين ثوم، وكوباية زبادي لو حبينا ان احنا نخليه خفيف شوية ما نبقاش نكهته قوية. طريقة سهلة جدا، هنقطف الورق بتاع الخضار ونحطه في الخلاط اللي هي المطحنة بتاعت الخلاط مش الكبة، عشان عايزينه ناعم جدا. هنحط معاه الثوم والفلفل الأخضر، وهنحط معلقة زبادي عشان تخففه شوية، أو ممكن ربع كوباية مية عشان يتطحن بسهولة. ممكن نضيف عليه كمان عصرة نص ليمونة تديله نكهة حلوة. هنطحنه شوية بشوية عشان الخلاط، لأن الخلاط في الهند بيبقى مختلف عن ده شوية، السلاح بتاعه مختلف فبيطحن أسهل من كده. هنحطه شوية بشوية وكل شوية نقلب الورق علشان يتحرك والسكينة تطول. خلاص كده اتهرس كويس، هنفضيه في طبق، رشة ملح بسيطة حسب ذوقنا، هنفضي عليه علبة الزبادي، أو ممكن يتاكل زي ما هو من غير زبادي بس يبقى طعمه قوي يعني. ده بيتقدم مع ممكن مع السمبوسك، مع اي اكلة يعني زي صلصة جانبية كده، او مع الاكلات الهندي زي التشيكن تيكا مسالا، احنا عملناها قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعها، او هو مع العيش بس يتاكل كسناك. طعمه حلو قوي وفريش جدا ومفيد جدا. بالنسبة للنعناع ممكن نقطف ورقه ونحطه في علبة ناشفة ونظيفة، ده هيخليه يعيش معانا اكتر من 10 ايام في التلاجة. وبالنسبة للوصفة دي ممكن نعمل منها كمية ونحطها في الفريزر في قوالب التلج، ولما نحتاجها بنطلع مكعب واحد ونقلبه مع الزبادي، يبقى سهل علينا. وبالهنا والشفا، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وشكرا.